احنا بنعرف الدور التقليدي للبلدية، ترميم الشوارع، الصرف الصحي، ايضا ترخيص الابنية الحديثة بالمناطق. شو الاضافة اللي حابب انك تضيفها لمنطقة بلدية مؤابل الجديدة؟ هلا بالنسبة للموضوع التقليدي، انا يعني ممكن بخصوص عمل اللي كان ميداني، انا اشتغلت يعني 5 سنوات عمل ميداني في الهندسة، اكيد بيعطيك طابع انه لازم نغير، التغيير مطلوب. الطابع التقليدي اللي كان ماخذيته فكرة عن البلدية، احنا بدنا يعني نستمر في الانجازات اللي قدموها اللي قبلينا، ولكن بطابع مختلف. هلا الطابع المختلف ما يختصروا على موضوع الإنارة وتعبيد الشوارع، في عندنا كثير امور، يعني من الامور اللي لازم تكون عندي او عند الشباب، فئة الشباب، هي ممكن نعمل مكتبة، ممكن عقد دورات للشباب اللي بتخرجوا جديد من الجامعة بنطلقوا إلى سوق العمل. أيضا يعني في موضوع كثير مهم، الانفراد في القرار، يعني كقرار ما لازم يكون منفرد فيه كحمزة، بالعكس يعني كمجتمع كامل، اللي هو يكون في مجلس، يكون في مستشار، يعني مجتمعنا كله هو اللي يقرر عن نفس مؤاب، لأن البلدية هي للمجتمع. يعني كل منطقة أدرى بمشاكلها بمشاكلها في ظروفها. القرار ما راح يكون كحمزة شو يعمل، لا، كمجتمع شو بده. نعم، هذا يعني نطلع من الطابع التقليدي كثير يعني عن هاي الأمور. طبعا في كثير المنظر العام، الشو للمدينة، نكون أكثر يعني، خلينا نحكي المجالس المحلية، تحسين مستوى الخدمات، بتحولها لمنطقة يعني ريادية في الثقافة، في الوعي. وهذا يعني خلينا نحكي مؤاب دليل الوعي ودليل الثقافة الموجودة فيها. الانتخابات صنفتها الهيئة منطقة ملتهبة انتخابية، ولكن مشت في طريقة يعني فعلا أعطت طابع واعي، مثقف، متعلم. هذا الإشي بيعطيك دافع أنك كمان تشتغل في البلدية، بيعطيك دافع يعني تحقق إنجازات، طموحات. برضو في يعني ممكن خلينا نحكيها زي نظام شعار، طموح الشباب واندفاعيتهم بخبرة الكبار، أيضا الكبار لهم دور، مش فقط بس الشباب، يعني خبرتهم اللي ماله قديم ماله جديد، وحكمتهم بكل بساطة كثير بتساعدنا، بتوقف جنبنا، بتساعد في اندفاعيتك. طبعا احنا نتمنى لكم التوفيق في بلدية مؤاب الجديدة. اسمح لي أرجع لأحمد. أحمد، اتفقنا أنه نجاحك ما كان بالصدفة، نجاحك كان ضمن إرادة شباب ورأيهم اللي وضعوه عبر صناديق الابتراء، بعد عمل طويل قمت فيه ليس وحدك فقط طبعاً، بل مع مجموعة كبيرة. أبرز ما تحتاج إليه البصيرة الآن، نعم، شو بيتوقعوا منك حاليا؟ نعم، أنا بصراحة بدي أحكي أول شيء عن المقومات الموجودة بصيرة. بصيرة أولا أقدم منطقة على ثرى الأردن، أقدم حضارة اللي هي حضارة الأدومية كانت على ثرى الأردن، على ثرى بصيرة. المقوم الآخر أنه فيها أعلى نسبة تعليم في المملكة كنسبة وتناسب، بصيرة أعلى نسبة تعليم في المملكة في البكالوريوس، في الماجستير، في الدكتوراه. لكن في عندنا على الطرف الآخر في ثالوث خطير، ثالوث اللي هو الفقر، البطالة، سوء البنية التحتية. هذا أوجد مشكلة أكبر وأخطر، اللي هي مشكلة الطرد السكاني. الآن بنعاني من مشكلة الطرد السكاني، بيبحثوا عن فرص. نعم، الحل لهذه لجميع هذه المشاكل، حل وحيد اللي هو إيجاد مشاريع تنموية ذات دخول جيدة، عشان أستطيع يعني تثبيت السكان. يعني أنا الآن يعني عملت بالتعاون مع أخوي، حتى زودني فيها أخوي محمد داودية، اللي هي أولويات منطقة بصيرة، من الصحة والتعليم، من المشاريع الخدمية. هذه بتوقع أنه بإذن الله تعالى اللي أمشي عليها. أنا كنظرة أولى حاط لنفسي أنه أعمل على الصحة بصراحة. الصحة هي الصحة الأبرز، الأبرز. نعم، ثم ننطلق إلى التعليم. نعم، نتمنى لكم التوفيق. كل التوفيق.